اخبار اليوم. معاك 2 جنيه بس. وعايز تجمع كام؟ 70 جنيه. ليه؟ عشان تديهم لمين؟ لبابا. لماما. ساعتها جمعنا 60 جنيه. ساعتها جمعنا 60 جنيه. وانا يعني مش كده، فاضل لي كام؟ 5. يعني انت عايز تجمع لماما 60 جنيه؟ يبقى ناقص لي كام؟ 5 بقى. يبقى ناقص لك 6 5. صح؟ ولا كام؟ ولا 12 5؟ انت شغال يا صنف سنه كام؟ ارجع بعدين. يعني متاكد ان هو 12 5؟ انت رايح فين دلوقتي؟ تصبر. 3 جنيه و3 جنيه. انت بتدي ماما كل يوم 60 جنيه؟ ماما بتعمل بيهم ايه؟ الاول كنت بتجيب 70 جنيه. ودلوقتي بتجيب كام؟ بس انا اجيب 70 سما بجيب، يعني ناقص كام؟ 5. دي بسيطة خالص. لميت كام؟ 5 لحد دلوقتي. 2 جنيه بس. يا نهار ابيض، انت لسه طالع من البيت بقى. يعني ناقص كام؟ 5. ناقص 6 5 ب3 جنيه. هتدي لماما كل يوم 70 جنيه؟ 70 بالظبط. 70 مش 7 جنيه يعني؟ ده كيس المناديل بجنيه. انت بتدي ماما كل يوم كام في ايديها؟ 70 جنيه. 70 جنيه. بتطلع تشتغل من الساعة كام للساعة كام؟ في اي وقت، بس انا النهاردة نزلت متأخر. فهتشتغل لحد الساعة كام؟ الساعة دلوقتي 11 بالليل. انت هتشتغل لحد الساعة كام بالليل؟ الساعة 2، الساعة 3 في اي وقت. الساعة 2 بالليل، 3 بالليل؟ وتروح الفجر؟ في اي وقت. عشان تدي ماما 70 جنيه؟ وبابا فين؟ في الشغل. في الشغل؟ بابا بيروح الشغل الصبح بقى. بابا بيشتغل ايه؟ بدري قوي. الفجر. بابا شغال ايه؟ تاب بيبان. بتاع ايه؟ بيبان. بيبيع بيبان حديد ولا خشب؟ بيعمل بيبان. بيبان، بيبان حديد ولا خشب؟ نجار يعني؟ بيفتح الورشة الصبح. بيشتغل. طب انت بقى؟ محل. محل. نفسك في ايه؟ نفسي كل يوم اجيب 70 جنيه. نفسك كل يوم تجيب 70 جنيه؟